أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يزاريو رئيساتنا ميهونو عقيدة الشيعة في القرآن. قال القرآن قرآن كبابي ويبدأ قرآن بتملكته يا مدرسة أهل البيت عقيدة من دنو يمرون على ما لتنو لمن دنو هن الرئيس من علبات من نايو قرآن بتملكته بأهل البيت مذهب تكتاي زوريا يمن نسوت إياك يوشالو زنبلو عندهو لايك بزواري علينا لمثالي يراساتو قرآن على شو يبالال ويمدمو قرآن قدلونو ويمدمو يجعم ربطال لكأن نسال منامن بلو اتهام سلالة بمجمرة درجة إهن بتملكتا يتن يوم زهبنو عندهم قرآن تحريف قالو تبلو يميامنو بيتن يوم مذهب مصاف لاينو يتقلصو يملون لايك النايلن باتك على جن يشيع مذهب ويمدمو على البيت مدرسة بعلم لاي يالو قرآن مالتنو زاري بهول مسلموج إج يالو قرآنو ليلة قرآن يالو لايك مذهب يلم كأهل السنة ويمدمو كشيعام يتلي قرآن يالو أكال يلم من البات قالو قال لا شو سبال نونجي مسماونجي بعلم لاي عند كوبي يا الله يتبارك القرآن يت ندل لماوك التشالم جن لمثال ي القرآن بتملكته يفكر على جنات اللي ورجلال ي مرة جامانس وين مبزات مالتنه جن باتك علي ي مدرسة أهل البيت من بلونهم ياسبوت القرآن مالت كالله يوردة نبي جولاي يوردة عندنا كذي نموس هوش من دونه عندك كذي بتشتتفو يورده مسافة يا رجوتال قنت تجيجين كاس بكاس لحياة سوست أمتات عند بأيام بسورام عند أسفل لجنته بنبي يولاي يورده يا الله ممريا يا الله كالله يهونا أكتب ابنه جن من دونه لمثال جن درسة أهل البيت من دونه ميسبوت بفيتم كذي بفيت تناجرنال قال النبي كذي الذي أمة أسكمت وقال له فدخلتوا نجاروش إنهم يمجمروا من دون القرآنه قرآننا أهل البيت بنا الذي قرآن مالت نبيو تتهولن قال له فد نبى نبيو لا يوردو تتهولن قال له فد من مري أدرجو يسكمت أتم إهنن قرآننا قن كقرآن وقارن القرآن تو يسكمت أتم من دونه قرآن براسو يمين ناقر سلوهنا تفسير سلم يفلق تمر سلم يفلق با نيشر ودمو اجيق بزو ترقم يالونا لا بزو ناقر يميول با ليان داندو زمن يميول لمثالي قرآن قريب نبي يولا يوردو يزاري عندشي عراتمتو آمتنو جن كذي وداس لم يفترو قدايوش زمننا قزي يمين قدبو كالله يهونا تبام مهونون نو ميامنوت مالتنو لمثال كذي ما في تناقرنا على القرآن ستن بمجمراو برنامج تلاي إن القرآن بتملكه لمثال يا أهل البيت إماموش ياسكم توت من دونه عندن مثال تقوله متكس من البات كذي كسر الله قدي تعرف يالكون لمثال عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق عن أبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقراء بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل وهو فصل ليس بالهزل وله ظهر وبطل فظاهره حكم وباطنه علم ظاهره أنيق وباطنه عميق له نجوم وعلى نجومه نجوم لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه عندهم قرآن يجلس أبت قرآن من النت يجلس أبت قوان قوا ويمدم أستساسب اجيجي متكنا من البت القرآن يجلس أستساسب بتأم أنا سامهونون لمياس جن الزبن عينت أجلالتنا يتجلس أولنا قرآن بزو
كفلو تشالوت ويمدمو ببزو أقوان يمترقم لايك سلامهونو ظاهر اندالو نمسال يلاي اي ترقم اللو وستلمو للوت مستراوي ترقمو تشالو لم يزاري عندشي عرات عمت أكبابي عندشي عرات متو عمت أكبابي لهنا قداي لايك بهنا قداي الاسم الكتو يوردو آية ويسورة ويمدمو لفظ حتى حرفو راسو ترقم اللو يبالال لزاريم لو دفيتم لم يكسرتو قدايوش لزاريم لان نبت لايكونيتا يميهن اينت تببت الارقونو يمتاونا انديهم دمو باطنو باطن اللو مالت يلاي من ترقم اللو ظاهر يهونا لفظون بمقراتاتشن انديو سنساما عربنيا قوانقوا يميشل سو ويم دمو بتنقرو تفسير مسارت يمن رداو ترقمنا ليلة دمو عميك يهونا وستو مستراوي يهونا مستر الله بمستر وست ليلا مستر الله يدالو لمثال كوكب الله بكوكب وست ليلا كوكب نجوم وفي نجوم اخر ان ذات هنا بتام عميق يونه من البات لايك تفسيرون تاويلون يتوصلوا سوتش لذي قد يتزجاجوا سوتش انجي ليلو سوتش يما يدرسوبت مهونون بميغلص هنيتا نو يغلصولن معناتنو عندهم لمثال ان امير المؤمنين عليه السلام قال ما من آية إلا ولها أربعة معان. ليان داندو آية لالو. عند آية سورة لالو. عند آية. ليان داندو آية أرات أنا ترجم. ألو لالو. ظاهر وباطن. يلاي ترجمه. ظاهر يهونا باطن. وستاوي ومستراوي يهونا. وحد ومطلع. حدنا مطلع. فالظاهر التلاوة. إيه بقرآن سنكرا. قوان قوان مثل سو يمياغنيو ترجم. إيه ظاهر ترجم يبالال. والباطن الفهم وستاوي دمو مردات ماستنتن نابلايك بأمرو أسبن يمن درسبت كلفسو كم يامت أترقم باشاقر يالو سو فهمنو والحد هو أحكام والحل الحرام إذيوم دمو يحلالنا يحرام قداوك يمبينو بت لايك فرد يمستتبت قالو إيان داندون أول سلا عند آيانو من نورو والمطلع هو مراد الله من العبد بها والمطلع لما الله بزي لفظ بزي أي قرآن آية كسولج من دنم يفلقه من لما نتفلقونه كالله أنصار الله يامده تبلو لما ليلة راس إن شاء الله ترقم الله سلزي بطعم عميك يهونا بطعم نبربر يهونا ترقم يالله لزيهم نو نبياتن هن القرآن تتولن سيالفو قرآنو بيشارلهم مزجبو بيشارلهم لايك تتولن يالفون هن القرآن ترجمون دمو يمياقوت تأويلون إيه وسط باطنون ظاهرون أكاتو مثلا أحكامون هلون محكماتون ومفصلاتون هلون بتككل يمياقو أكالاتنم عندنا يسكمدوت من قالوا دمو إسكيوم القيامة درس يمايل ليايو مثلا يمايل ليايو نقولش معناتنو لايك مندنو اس يوم القيامة درس يحاود من چلاي تملسو اسكي اغنيون درس قولاننا اهل البيت بچراش ايل ليايون بلو باس قمتو ملكو معناتنو ويمدن بلينا دمو لا ان للقران ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا الى سبعه ابطن الى الجراش بلا قران ظاهرنا باطن يهونا يلاي مننگنا وسطاوي مستراوي يهونا لايك ترغم الله ለያንዳንዱ ምስጥር ደሞ ሌላ እስከ 7 ምስጥሮች እንደውም በሌላ ሪዋያ እስከ 70 ሌሎች ምስጥሮች ላይክ ወስጣዊ ላይክ ትርጉም ያላቸው وفي اخرى 70000 بطن እንደውም እስከ 70000 ለባንዱ ظاهر አለው ከዛ በኋላ باطن አለው በباطن ውስጥ ሌላ باطن እስከ 70 ወይ እስከ 70000 ወይ ደሞ እስከ 7 ያሉ ሪዋያዎች አሉ ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው አሁን ያንዳንዱ ጉዳይ ውስጥ ገብቼ ስለ ቁርአን ነግራችሁ አይደለም በዚህ መልኩ ነው ቁርአን ራሱ የገለጹት በዚህ መልኩ መሆኑን ብቻ ለማሳወቅ ነውና እና ለዚህም ነው ይሄንን ቁርአን ደግሞ አሁን ያልነው ውስጣዊ ትርጉሙን ያንዳንዱ የሚያውቁት ለዚህ ጉዳይ የተመረጡ ሰዎች ወይም አህለል ቤት ብቻ ናቸው ወራስኹነ ፍልዕል ነው የተባሉት ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ለምን የቁርአን ላይክ ፈህም ወይም ደሞ ትምርቱ ትርጉሙ የሚገኘው በከስብ አይደለም በመቅራት ብቻ የሚገኝ አይደለም በመቅራት የሚገኘው ዛሂሩ ነው ማንኛውም ሰው ተምሮ የሚያገኘው ትርጉም አለ ግን ለዚህ ጉዳይ ደሞ ቁርአኑን ላይክ ተአዊሉን ተፍሲሩን ለህዝቡ እንዲያደርሱ የተቀመጡ ሰዎች አሉ እነሱ ብቻ ናቸው
ይሄንን ጠቅላላ አጠቃላይ ለትርጉሙን የሚያቆልም ማለት ነው ወይም ደግሞ ከነሱ ያሉት ነገር ከነሱ ነቅሎ የሚያመጣ ሰው ነው እንጂ ከሌላ መንገድ የቁርአንን ቶታል ትርጉም ለማግኘት ይቸግራል ማለት ነው በዚህ ነው ግን ምንድነው እንግሊዝ ሲባል የነበረው ምንድነው እንዳውም እነዚህ ሰዎች ቁርአን ناقص ነው ይላሉ ቁርአን ገደሎ ነው ይላሉ ለምሳሌ ተቀይሯል አይ ተحرفዋል ብለው ነው የሚያምኑ ተብሎ ነው እኛ ለምሳሌ ስለ መዛቡ ይተረገረ ማለት ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ሰው የራሱን ላይክ ሚስተር ጉያው ስለስቀመጠው ሰው ላይ ጣት መቀሰር አይነት ነገር አለ እንጂ በሪዋያ ከሆነ ለምሳሌ እንግዲህ በሺያ መዛሂብ ውስጥ አንዳንድ ድራይፍ ሪዋያት ሊኖሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ የተለየ ትርጉም መስጠት ለምሳሌ تحریف ማለት የግድ ለፍዙ ከቁርአን መቀነስ ወይም መጨመር ለምሳሌ يحرفون الكلم المواضع الى القران ከተባለው ውጪ ላልተባለው ጉዳይ ይጠቀማሉ ብለው ስናገር ለምሳሌ ያንን ነገር ለምሳሌ ትርጉሙ ተአዊሉ የመቀየር አለ እሱ በታሪክ አሁን የምናየው ነው የቁርአን በተፍሲሩ ደረጃ አላህ ለምሳሌ ይሄንን ዝክር ነን ያወረድኩት እኔም ተጠብቀዋለሁ ብሏል አው ቁርአኑ በአለም ላይ ያለው አንድ ኮፒ ነው የተጨመረ ፍደል የለም የተቀነሰ የለም ይሄ ማለት ግን ላይክ ትርጉሙ አይቀየርም ማለት አይደለም በዛው ለምሳሌ ብዙ አይነት የተፍሲር ክታብ ነው ያለው تفسير يكلي بال يكلي تفسير يكلي عندنا من لا يجبت لا جودة لنا عندنا لذي جودة يمتو تن لايك حديثوچن بقى القرآن تحريف ملون قال لا معقول لنا لا مش أمر يتدرج ترجع يتوسع ربتنا بنقرأ شلا ي أون ليلاو القرآن تحريف أدرج بال عندنا إن بنيا بلا مثال على السنة مذهب دمو ترش بنبيو عثمة يما يمنو قالو ማለት ለምሳሌ ነብዩ እንደምሳሳቱ በተለይ ደግሞ ለምሳሌ ሐዲስ አልጋራኒቅ ይባል ነገር አለ ነብዩ አንድ ቀን ሶላት ሲያሰግዱ ወነጅሚን እየቀሩ ያሉ ሶላት ውስጥ ከዛ በኋላ ሸይጣን መጣና ሌላ ነገር ቀላቀለባቸው ይላል ሱብሃንአላህ አሁን ለምሳሌ አሁን በነገራችን ላይ የአህለል ቤት مذهب ነብዮች በሙሉ معصوم እንደሆኑ ነው ከእን ከን ሁሉ الله ከስተት ከነዚህ ከመርሳት ከሌላ ከጎደሉ ነገር እንደሚጠብቃቸው ነው ላይክ ያለ መስጠት አለበት የሚያምነው ግን ለምሳሌ ባለ ሐዲስ አልጋራኒክ ለምሳሌ ይታወቃል ጭራሽ ደሞ ሷሂህ ነው ብለውታል ማለት አንድ ቀን ሲያስተግዱ መጣና ወነጅ ምዛሃ ወመደለሰቁ ወማጋ ወምናምን አፈረይቱም ላተ ወልዑዛ ወመናተ ሰለሰተ الاخرى ቦታ ሲደርሱ ሌላ ነገር አመጣቸው ይላል ለምሳሌ ሌላ ነገር ልክ እንደዚህ ጣውታ ስሞች ናቸው እንደዚህ መናት ዑዛ የሚባሉ ከዛ ምን ጨመረለት ትልክ ግራኒቁ ኡላ የምል ሸፋዓቱ ነሰቱርተጃ የምል ሌላ ወቁርአን ውስጥ የሌለው ነገር እነዚህማ ጥሩ የሚወሱ ነገሮች ናቸው የነሱ ሸፋዓ ደግሞ ገና ይከጀላል የምል ጣውታቶቹን የሚያወድሱ ነገር መጣና ሸይጣን ምላሳቸው ላይ ቀላቀለባቸውና ከዛ በኋላ የነብሩ ሙሽሪኮች ደስ አላቸው ይላል ለምን የነሱን ጣውታት ስም ጠርተው በጥሩ ስለጠሩላቸው ከዛ በፊት ላይክ አንድ አላህ ብቻ ነው ያለው ከሱ ሌላ የሚመለክ የለም ተብሎ 360 በካዕባ ውስጥ የነበሩ ጣውታት ተሰባብረው አንድ አምላክ ነው ብቻ ያለው ሲባሉ ደንግጠው ነው ችግር የፈጠሩት አሁን ግን በቃ ነብዩ ለካ የኛ እነመናትን እነዑዛን እነላትን እነዚህ ጣውታት ሰዎች ናቸው በخير ነገር ጠራቸው ተብሎ አንድ ላይ ሰገዱ በቃ ደስ ብሏቸው የምን ሪዋያ ያለው በአህለ ሱና ክታብ ውስጥ ነው እንጂ በሺያ ውስጥ አይደለም በነገራችን ላይ ይሄን ደግሞ ሁሉም ሰዎች አልተቀበሉም ከአህለ ሱናም ቢሆን ማለት ነው ለምሳሌ ከአህለ ሱና ፉቃዎች አልቃዲ አያድ አልቁርጡቢ ሌሎችም ይሄንን አልተቀበሉትም ግን ይሄ ጉዳይ አለ ሌላ ደግሞ እንግዲህ ሺያ መዝሐብ ነው ቁርአን ጎደሎ ነው ተብሎ የሚያምኑት ተብሎ ወቀሳ አለ ግን እስቲ ከኛ ከአለሱና ላይ ክታቦች ወይም ደግሞ ከአለሱና ላይ ዑለማዎች ቁርአን ጎደሎ አስመስለው አድርገው ያወሉት ሪዋያዎችን አንዳንድ ምሳሌ እናነሳለን ለምሳሌ የመጀመሪያው ሙጃሂድ ኢብኑ ጀብሩል መለኪ የሚባሉ በጣም የታወቁ ናቸው ባለሱና ዓለም ውስጥ ማለት ነው ሌሎች ደግሞ ዑለማዎች ይሄ ሰው ዓሊም ነው ፈቂህ ነው ብለው የመሰከሩላቸው ናቸው قال الحافظ ابن عبد البر الاندلسي في التمهيد من يلالو وروى ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سيف المجاهد قال كانت الاحزاب مثل سوره البقره او اطول
ولقد ذهب يوم مسيلمة القرآن كثير ولم يذهب منه حلال ولا حرام. هاوني هي حديث نبرق على الله إذ بذري ويا من دنبلو سورة الأحزاب تقالت سورة الأحزاب مالت سباسوست آيانو يالو سباسوست آيا سورة الأحزاب يمي بالو سباسوست آيانو سورة البقرة سنتنو يالو هلت متو سبابيتنو سبا هلتون سبا عند سباسوستنو هلت متو سباسوست آيانو يالو نا زاك كوابينو قل من أون رواية من دنبلو سورة الأحزاب مجمرها سورد سورة البقرة يأكل نبرة كانت الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول عندهم كسورة البقرة يبلت نبر لسورة الأحزاب سلزين سنتين ومالتين وإهن يوم سبع سوست نعون يالو قرآن وست يالو سبع سوست نو آياو سورة البقرة مولا هلت متو بيت نو سلزي كزا وست هلت متو آياو عندت أفا نو إهي رواية من أقل مالتين أولا مثال إهي بتقباينة اللوم بمدرسة أهل البيت عند زينة قد تقباينة اللوم قن إهنن كتاب لا أسفره إيه نقرأ يلا ليلة ونموك أسو واقعي اللهم نو ليلة مو سفيان الثوري بمطعم التوقع سفيان بن سعيد الثوري من دنو ملوت كي قال السنة ولماوك آندو نو قال الحافظ عبد الرزاق السنعاني في المصنف قال الثوري وبلغنا أن أناسا من أصحاب النبي كانوا يقرؤون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة الفذهب حروف من القرآن مسيلمة الكذاب ببرس ويهي كان نبي يبوهالا ودام إني النبيين يبلوي ثلاثة سو نبرة كذا فتنة كذا كذا معناته إني النبيين يبلوي ثلاثة بس هو زمن بزو القرآن تفطول يمل لجر like تزجبونا لما رتنه سلذي بزين دام بنقصانو بزو لمثال حرفوتش دي تغير إندي نبرة إندي هو نالتبرو بزو مثال يوتشن ماسك أمتي تشارل لمثال إيه القرآن إندزين نبرة مبالو خزاجن استصاف إندزين كغيره تنو تبلو إيه نقداي يزجبوت يا على السنة ولا ما هو تبع السنة كتاب لاينو فكرة ومجنونجي بشيء ما زبارلهم جن النزير واج يالو النزير هو اللي يالو جن على السنة واج القرآن تحرف وال وهم دمو قدرولو إلى لبلو يا ما شو يلهم رواية وشوس لما يقبلوا ما نتنو جن على السنة كفيل لا من ما سجاسي نورو أنت زيو أنت بتشا القرآن قدرولو إلى لبلو تبلو يتوراو لايقبل لاينو جن قدايو يالو رأسا تشوش ترمانتنا لما سألوا وكانت في الليلة لم يتسنى وانظر يمن الله تغيروا فغيروها لم يتسنى بها أرجو أمتو يمن نقرا له وكانت لما سألوا في المائدة شريعة ومنهاجة يمنون كغيروا شرعة ومنهاجة تبلون يتزجبوا أو ترجمون صحيح لفظه يتكجر بتم بجانب لنقرا كيف لكوتنا ليلة مولى مسألوا أنا آتيكم بتأويله يملون فغيروها أنا أنبأكم بتأويله يمل تغيرون نغنيا للال انا بزو نغرو لمثال سيقولون لله 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 ثلاث غزي نبره كذا بر سيقولون لله تبلو ሁለት ወይም ደሞ አንድ ብቻ አንዷን አስቀሩት ናጎደሎ አረጉ يمل ነው ያለው لمثال نحن قسمنا بينهم معايشهم يملون معيشتهم تبلو لك تغير تبلو القران لفظ مقيرون يا وسوت ويم دمو بكتاباتو يا سفروت ايه اون من نغراچو ي لمثال اهل السنه ابو بكر بن ابي لمثال هيناو ابو بكر بن ابي داود ميبال بال السنه متتوق علماءوج يا اسقمطوتن نو لايك روايه نو انجي ان متبتالن لايك ليلوچو علماء يتبالوتن معناتنو ليلو بيجو نغل لمثال بفيت من نبروا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا يملون فإذا أخطأ تساستو نقروا حتى تستأذنوا ملون نبربت حتى تستأنسوا آرقوت حتى تستأذنوا مهون نبربت بلو النزي قرآن حرفو عند تكأيير يمي أوراو تقل يا أهل السنة كتاب لما نتنو قل النزي هلو لمثال شيء أزند تكأباين نتي اللاتشو إن بقرآن ملونة يميام نمارته القرآن من القرآن كونه الله رسوله طبقه الله بالو مسألة إن زي رواية وجه نمسألة برواية كونه سلة تصاف إن ذا نقدر سلة منورو إن زي قد يوتش اللوت ب على السنة لا يكفل مهونة إلا ما نتنو إن زي نت مسألة وجه لا يبزو اللو باتك علي بدليل على مثالي وقضى ربك ينبرو لايك ووصى ربك ينبرو وقضى ربك ارغوت اندزي بزو عينت اندزي عينت مثاليوچ ماقرب يتشالل جن
ሌላ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ በአንድ ሩዋያ ምንድን ነው የምለው የሰለዋት አያት የሚባለው ማለት ነው ማለት እንደ اللهم ملائكته صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما የሚለው ላይ ቀርቶ ነው እንጂ وعلى الذين يصلون الصفوف الاول የሚልም ነበረበት ለምሳሌ ይሄኛው እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አላህና መላእክቱ ነብዩ ላይ ሶላዋት ስለሚያወርዱ እናንተም ሶላዋት አውርዱ የሚለውም እንዲሁም መጀመሪያ ሶፍ ላይ የሚሰግዱ ሰዎች ላይም አውርዱ የሚል ነበር ተቀንሶ ነው እንጂ ተብሎ የመጣ ሪዋያ አለ ለምሳሌ ይሄን ደግሞ ለምሳሌ እዚህ በሪዋያ የመጣው ደግሞ በአይሻ ስም ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመጽሐፉ ውስጥ በጉያ ይዞ ሌላው ተሐሪፍ ነው ያረጋል አልተባለም እነዚህ ይሄው ሪዋያዎች ይያሉ አለሱና ሶላት ጉድሎ ነው ብሎ ያምናሉ ብሎ የተናገረም የለም ለምን ተቀባይነት የለውምና ነው ቁርአን አላህ ተባረከ ወተዓላ በራሱ እጠብቀዋለሁ አለ እንግዲህ እጠብቀዋለሁ ሲባል ደግሞ ለምሳሌ ለፍዙ አሁን በመድል ላይ ያለ ቁርአን በነገራችን ላይ አንድ ኮፒ ነው ያለው የትም ሀገር ብትሄዱ ሺዓም ቤት ያለው ይሄ የምናቀው ቁርአን ነው ሱኒ ቤት ያለውም ይሄ የምናቀው ቁርአን ነው ምናልባት ላይክ ልዩነት ካለ የእንትን ነው የአያ ለምሳሌ 114 ሱራ ነው ያለው ለቁርአን ማለት ነው ወይ ለምሳሌ አንዳንድ ቁርአኖች ግን የተደበለጁ አሉ ለምሳሌ ሌላ ፍቁሬሽንና ሌላ ቀጥሎ ያለው አያ በአንድ አያ የተቆጠረበት ላይክ ነገር አለ እንጂ ሆኖ ግን ከፈደሉ ላይ ፈደሉ ቢቆጠር ኤቭሪቲንግ ቢቆጠር ያለው ቢቆጠር አንድ አነት ቁርአን በመድራችን ላይ ላይክ መኖሩ ነው ምናቀው ማለት ነው እንዲሁም ሌላ ቦታም ሌላ ለምሳሌ قال ابو عبيد في فضائل القران من المصحف الكتاب ላይ حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب النافع عن ابن عمر قال لا يقولن احدكم قد اخذت القران كله وما يدريك ما كله قد ذهب منه قران كثير ولكن لا يقل قد تجد الى اخره مندنا ملو عند سو عند القران بمولو درسونيال بلو يمياورا وشتام نو كلهم قران سلام ازي سلام مدرسو من اساوقو ብዙ ቁርአን እኮ ጠፍቷል ተብሎ ዘገባው አለ ዘገባው ይሄ ዘገባ ተቀባይነት ባይኖረውም ማለት ነው ይሄ እነዚህ ዘገባዎች ግን የመጡት ከ ሺዓ መዝሐብ ሳይሆን ከሱኒ መዝሐብ ላይክ መሆኑን ላይክ እንደርዳለን እንግዲህ ነገሩ ብዙ ነበር ምናልባት ቅድም የሰዓት አጠቃቀም ላይ ችግር ስለተፈጠረ ሌላው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቁርአን የሚባል ነገር አለ ለምሳሌ በእከሌ ቁርአ ይሄ ቁርአን እንደዚህ ነው ቁርአን የሚባል ነገር ላይ ተለፍዝ ብቻ ይመስላል ሰው አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ቁርአን ሰበብ ንዙል አለው ላይክ ማዕና በማዕና ሲመጣ ሰዎች ሲያወሩ የማዕናውን ሲጨምሩበት ቁርአን ላይ የተጨመረ ነው ተብሎ የታሰበ አለ ለምሳሌ ያዩ الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ዘይተባሉ ይመጣው ለምሳሌ ይሄ አያ ሰበቡ ይወረደው ለምንድን ነው እን ይሄ አለይን ወላያነት ስለ ገዲር ስናወራ ማለት ነው የገዲር ቀን ያለኝ ወላያነት ከአላህ የመጣልህን መልእክት አድርስ ይሄ መልእክት የማታደርስ ከሆነ እስከዛሬ ያለውን መልእክት እንዳላደረስክ ነው የሚቆጠረው እናም ሲባል ይሄ አያ ይወረደው አለይ ኢብኑ ጣሊብን በተመለከተ ነው የተባለው ምንድነው በቃ አለይ ኢብኑ ጣሊብ የተመለከተ ነው ተብሎ ይሄንን ጨምረውበታል ቁርአኑን አንስቶ ስለ ተፍሲሩ ስለሚሰጠው ትርጉም ወይንም ሰበብ ንዙሉ መናገርና እንዳለ ለፍዙን ጨምሮ መናገር አንድ አይደለም ግን በዚህ መልኩ የተወሰደበት ጊዜም እንዳለ ነው መናቀሉ ነው ብዙ ተጨምሯል ተቀንሷል ምናምን ይባሉ ብዙ ዘገባዎችን ማንሳት ይቻላል ሌላው ደግሞ ለምሳሌ እንግዲህ ሌላው በተመለከተ የእንትን ነው አንዳንድ በሺዓ መዝሐብ ክታቦች ውስጥ አንዳንድ ሪዋያዎች አሉ የመጡ ሪዋያዎች አሉ ለምሳሌ ምንድነው ሌላው الروايات المشتملة على لفظ التحريف من قبل من التفسير لمثال المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي هيك روايانه رحم الله أن علي بن إبراهيم قال فإنه حدثني أبي عن صفوان بن يحيى عن عبد الجارود عن عمران بن شام عن ملك بن الضمرة إلى آخره يوم تبيض وجوه تسود وجوه يملو قرآن سمتا مالتنو إيه آية በአህለ ቤት ሩዋያዎች ላይክ ያለው ላይክ አያ ምንድነው ቁርአን ተህሪፍ የሚለው ከነብዩ በኋላ ከኔ በኋላ ተህሪፍ የማዕና ለውጥ ሰዎች ለዛ አላህ ተባረከ ወተዓላ ላስቀምጥለት ጉዳይ ሳይሆን
لالي لاغوداي تحريف ارغو ويم دمو معناون قيرو يتقمالو معناتنا قران غدلو نو چمروال يمبلون ترغم اندما يسكن نو لمثالي يوم تبدل الوجوه وتبدل الوجوه يملو فيتوچ متقربتنا فيتوچ ميبروبت قال يملا اياس يمطا مدن نو يالوت قال رسول الله ترد امتي علي يوم القيامه على خمس روايات خمس رايات امست باندرايزو امست انات غروپوچ ودنا يوم القيامه يمطالو لايك بلو سنناغرو كذا وسط مندنو ثم ذكر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسال الرايات اما فعلوا بالثقلين انذي غروپوچو يتيقالو ثقلين معنات انغدي ثقلين معنات مندونو تاقالاچو يا الله كتابنا عيترانو من ارغاچو بالقران الناس قالين من ارغاچو بلو سيتيقو مندنو اما الاكبر فهرفناه تلقون حرفناه معنات ابلاشناه تلقون كبوتاو قيرناه يلالو تلقو معنات القران مهونو نو ونبذناه وراء ظهورنا ودهالام تونو ودهالاچنم طالناه تلقو قرانن لايك تلقون حرفناه معنات ابلاشناه التتقمناه ودهالا تونو مالت قنسنا ويم چمرنا يملون ترغم ما يسدم واما الاصغر لا تنشون دمو كلي كقران جا يالو معناتنو فعاديناه طلات هوناچو وابغضناه اسقطناچو وظلمناه بدلناچو يمر روايه نو يالو كزي تنستو نو انغدي لمثاله امست يوم القيامه سوچ امست گروپ هونو ودنه يمطالو كذا واست گن يتيقالو بسقلين لايك من ادرگاچو بلوش يتيقو ودهالا تونو حرفنا يملو حرفنا يملو قال بيچا بموسد لترگمو بوتا سايست انديو بقى هين گني شياوچ يهو قران تحريف ارگوال يلالو نو گمدنو لمثاله يتلقون قرانن ودهالا تونو ارسرانبتم ويم دمو ودهالاچن تونو وراء ظهورنا مالت كزي تنستو نو انذي انات رواياوچ كزي تنستو اي تحريف نو ايفن دمو هي حديثو نغراچ لاي مالت نو حديثو راسو بسندو دمو ضعيف نو بمعناو بكيد اندزانو مياسگنيو گن لمثاله ازي وست ازي حديث وست بروايا وست يتكاتتو سوچ بشيعا يا حديث سلسله وست يمايتاوقو سوچ يالوبت بمهونو نو እንግዲህ በአጠቃላይ ብዙ ሪዋያዎች አሉ ግን ከነዚህ ሪዋያዎች የመጡት ተህሪፍ ብሎ የመጣው ወይም ደግሞ ቁርአን በመጨመሩ ወይም በመቀነሱ ለፍዙ ሳይሆን ተአዊሉን ማለት ነው ለምሳሌ የምታቆ ከሆነ ተአዊል ማለት አያተ ተጥሂር ለምሳሌ አያተ ተጥሂር የመጣው አህለል ቤት ተብሎ ነብዩ በሐዲስ አልኪሳ እነዛ አምስቱ ካባስር የገቡ ሰዎች መሆኑ ላይክ ቢያሳውቁም አይ የነብዩ ቤት ተሰብም ያካትታል ብሎ ተፍሲር ይመጣ ይሄ ተአዊሉን ላይክ ማበላሸት ነው ትርጉሙ ማበላሸት ላይክ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች መኖራቸው ነው ከሺዓ ዑለማዎች ወይም ደግሞ ከኢማሞቹ የታዘው አስተሳሰብ እንጂ ቁርአን ይጨምራል ይቀንሳል የምል አያስከድም ማለት ነው ምናልባት እንግዲህ ተምርቱ የዛሬው ቀን በጣም ብዙና ጥሩ ነበር ምናልባት የሰዓቱ ላይክ በጣም ስላጠረች እንግዲህ አሁን ሪዋያዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ግዜ ቢኖር መጥቀስ ይችላል ነበር ሪዋያዎች አሉ። ግን ሪዋያው በተህሪፍ የመጣው አለሱና ክፍል ሺአውን የሚወለጅልበት ወይም ደግሞ የሚወክስበት የመቀነስና የመግደል ሳይሆን ወይም ደግሞ የመጨመር ሳይሆን ቁርአኑ ለፍዙ አሁን ያለው ቁርአን ፊደሉ ቢቆጠር ተመሳሳይ ነው ያለው። ኖክሷንና ወይም ደሞ እንትን የለውም ይሄ ማለት ግን ማዕናውን ሰው እንደፈለገው ተቀይሯል ማዕናው ተአዊሉ ላይ ተቀይሯል ለምን ተአዊሉ መጀመሪያ ቁርአንን ተአዊሉ ትክክለኛ ትርጉሙን የማምጣት ላይ ጉዳይ የተሰጠው ለአህለል ቤት ነው ካህለል ቤት ውጪ የቁርአንን ተፍሲር በሙሉ ትርጉሙን አገኛለው ብሎ መንገድ የሆነ ሰው ጋዛ ትክክለኛ ትርጉም ስለማያገኝ በዛ መልኩ የመልቂያማም ላይ ሲጠየቁ ሰዎች ሰቀለይን ምን አረጋችሁ ብሎ ሲጠየቁ አንዱን ትልቁ ለማ ቁርአንን حرفناه ብሎ ማምጣት ማለት ተህሪፍ ማለት አልሰራንበትም ደሞ ራሱ ሐዲሱን ሐዲሱ ይፈታል ወራ ዙሁሪና ወደ ሐላችን ተው ነው ማለትና ቁርአን ለምሳሌ ያለ ቁርአን ወደ ሐላ ተው ነው አልሰራንበትም ማለት ቀነስ ነው ጨምር ነው የምለውን ትርጉም እንደማያስይዝ እንረዳለን ማለት ነው ላይክ በአጠቃላይና
ቀደም ለምሳሌ እንግዲህ ብቻ ቁርአን ደሞ ያንዳንዱ ባጢን እና ظاهر አለው ኢቭን حرف ራስ ያንዳንዱ حرف حد እና مطلع እነዚህ ላይክ አሚቅ የሆነ ትርጉም አለው ላይ ስንል ያንን ለምሳሌ ሌሎች ሩዋዮች አሉ ሙሉ ቁርአን የሚገኘው ለፍዙ ማለት ነው ከዛ እስትንባጥ ማን ሙሉ ቁርአን ظاهر እና باطنه ትክክለኛ ትርጉሙ የሚገኘው አህለል አይማዎች ጋር ብቻ ነው የምር የሺዓ ሩዋያ አለ ይሄ ማለት ግን ምን ማለት ነው ይሄንን ነው እንግዲህ እንዴ እነሱ እኮ እነሱ ሺዓዎች እኮ ምሉት የነሱ ቁርአናቸው ላይክ ኢማማቸው ጋር ነው ያለው እንጂ ይሄ ቁርአን በዚህ አያምንም ተብሎ ሌላ ትንታኔ ይሰጣል ማለት ነው ግን የተባለው ምንድነው ሙሉ ቁርአን ማለት ቁርአን ማለት ለፍዙ ብቻ ነው እንዴ ትርጉም ከሌለው ቁርአን ምን ዋጋ አለው እንደ መዝገብ ብቻ የሚቀመጥ ከሆነ አይደለም ተአዊሉ ተፍሲሩ ትክክለኛ ትርጉሙ ለምን እንደተፈለገ አሚቅ የሆነ ትርጉሙ እያንዳንዱ ለምሳሌ ይሄ ማለት ይሄ አሁን ያለው ቁርአን ሌላ ሰው ጋር የለም ማለት አይደለም ትክክለኛ ሙሉ የሆነ ትርጉሙን ይዞ ተአዊሉን ተፍሲሩን ይዞ ባጢኑ ጠቅላላ የሚያውቁት ሙሉ ትርጉሙ የሚገኘው አይማዎች ጋር ብቻ ነው ከነሱ ውጪ ለምን ሰቀለይናቸው ከቁርአንና አይለያዩም እስከየው መልቀማ ብለው ያስቀምጡት ነብይ ናቸው በከስብ የሚመጣ ዒልም ሳይሆን ላይክ ያአላህ ስጦታ በሆነ መልኩ ላይክ የተረዱት ያን ጥበብ ያገኙት ሰዎች እነሱ ብቻ ነው ያለው ሲባል ለምሳሌ አሁን ይሄንን ብቻ የሚሰማ ሰው እንዴ በቃ ሺዓዎች ቁርአን እኮ በቃ አሁን ያለው ቁርአን ይሄኛ ቁርአን አይደለም የነሱ ቁርአን ኢማሞቻቸው ብቻ ጋር ነው ያለው የምል ትርጉም አሲዝም ለምን ሐዲሱ ሪዋያው ምለው ምንድነው ሙሉ ቁርአኑን ማለት እንደዛ ለምሳሌ አሃ ስለዚህ ጎደሎ ነው ማለት ነው ሊባል እኮ ነው ሙሉ ቁርአኑን ማለት ظاهره وباطنه تاويله محكماته ላይክ مفصلو ያንዳንዱ ነገር ቀድም ያልነው ለያንዳንዱ ባጥን ደሞ ሌላ ባጥን አለው እስከ 70 ሺ ያንን ሙሉ ትርጉሙን የቁርአንን ሙሉ ትርጉሙን ለቁርአን ሙሉ በሆነ ሁኔታ የምናገኘው አይማዎች ጋ ነው ወይም ደሞ አህለል ቤት ጋ ነው ማለት ይሄ بين الدفتين በዚህና በዚህ ከቨር ውስጥ ያለው ይሄ ቁርአን የምናውቀው መዝገብ እነሱ ጋር እንጂ ሌላ ቦታ የለም ሌላው ጎደሎ ነው የሚያስብል ትምርት እንደማያስይዝ ነው የሚያስረዳን ምናልባት ግዜ ካለ ጭን ፕሮግራም መድገም ነው እንጂ በሰፊው ለማየት አሁን ግዜው ስላለቀ እዚ ላይ አቆማለሁ ወሰለ ወሰለሙ አለ አሽፍ ለምባኢል ወመርሰሊን سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم